قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتوزيع مجموعة من الكراتين تضم مستلزمات دراسية على التلاميذ غير القادرين بمدرسة إدفو الابتدائية بمحافظة أسوان. جاء ذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين التحالف الوطني ومؤسسة مواني دبي العالمية، وتهدف الحملة إلى توفير المستلزمات الدراسية اللازمة للطلاب، مما يسهم في تحسين أدائهم الدراسي وزيادة فرصهم في تحقيق النجاح. كما تسعى الحملة إلى تسليط الضوء على أهمية المسؤولية المجتمعية. طبعا فرحة التلاميذ النهاردة فرحة كبيرة وسط وجود كوكبة من المؤسسات المجتمع المدني وأولياء الأمور، وتم تسليم التلاميذ عبارة عن صندوق به محتويات دراسية لمساعدة التلاميذ الغير قادرين في المدرسة. طبعا احنا بنشكر حضراتهم وبنشكر كل اللي تعاون معانا النهاردة في ادخال الفرحة للتلاميذ. يشرفنا ان احنا نكون هني مع اخواننا في مصر، ندعم الطلبة والتعليم في جمهورية مصر العربية. الشباب هذيلة مستقبل مصر ومستقبل الوطن العربي كله، فاحنا فخورين ان نكون احنا جزء من هالمبادرة، وشكرا لكل الدوائر وللتحالف الاهلي اللي ساعدنا في ان احنا نحقق هذه المبادرة باكمل وجه، وان شاء الله معاكم في كل سنة وكل حول باذن الرحمن.